بسم الله الرحمن الرحيم. قبل 100 سنة إلى 70 سنة العالم الإسلامي نهب نهضة جدا كبيرة. كل البلاد الإسلامية في الهند، في باكستان، وذلك اليوم جزء من الهند، في أفغان، في إيران، الأخوند الخراساني جمال الدين الأفغاني، محمد عبده السنوسي في ليبيا، مهدي السوداني في السودان، عبد الكريم المغربي مؤسس الإخوان في بلادكم الجزيرة، وهم غير الإخوان في مصر. إخوان في مصر متأخر عن أولئك الإخوان. الكواكبي، عبد الكريم الريفي، وكثير، وحارب والنابل، وأعطوا شهداء. حتى أن عمر المختار أعطى 500,000 شهيد، وذلك اليوم كل نفوس ليبيا 1,000,000، يعني نصف الشعب راحوا شهداء. في العراق أعطى الشيخ محمد تقي الشيرازي 200,000 شهيد فيما يسمى بالثورة 20 قبل 60 سنة، أو بالاصطلاح الهجري ثورة 40. لكن الاستعمار أكل كل هذه الثورات، مو فقط أكلها، دجل. يعني ثورة الإخوان في الجزيرة أكلت إلى عمالة بريطانيا، وثورة عمر المختار والسنوسي في ليبيا أكلت إلى عمالة إيطاليا. وعلى هذا البعض، وكل هذه الثورات لها كتب، تقرؤون كتبها إن شاء الله في المستقبل، وكيف أن الاستعمار بدل الشيء إلى ضده، ونحن عاصرنا كيف وقعنا في برق الاستعمار، وكل بلاد بلا استثناء. الآن أيضا نهضة إسلامية عالمية في العراق، في البحرين، في الجزيرة، في إيران، في مصر، في تركيا، في باكستان، في أفغان، إلى آخره. لكن أيضا كل هذه النهضة مهددة بالأكل أن تؤكل، وعندنا علاج واحد فقط في أن لا تؤكل هذه الثورة. لا يعرنكم جماعة من الشباب يشتغلون، ومجلة تظهر، وإذاعة تنقل نبأ انفجار في فلان مكان ضد إسرائيل أو ضد السفارة العراقية. وإنما الإمام أمير المؤمنين قال لمحمد بن الحنفية كلمة يجب أن نجعلها ميزانا. الإمام قال له: إذا دخلت الحرب ارمي ببصرك أقصى القوم، يعني شوف أي بعد لازم تمشي. الآن نفس كل هذه الحركات والثورات حسب اطلاعي القليل مأخوذ في أن يقتل تدريجيا، والطريق واحد أقول الخلاص، يعني خلاص الثورات. أنت بنفسك إمكانك أن تخلص نفسك، تروح في الهند تصير طبيب أو محامي أو مهندس، أو تترك السوالف كلها وترجع إلى البلد وتصير إن شاء الله إنسان طيب على الصلاح، ما يدور هالسوالف من أشياء. لكنه ماذا؟ لكنه معناه الغربيين والشرقيين يأخذون الثورات ويصفوها تفسير. فالريجي يرجع 10 سنوات، في 20 سنة. شفت منظمة التحرير الفلسطينيين؟ أنا قرأت قبل 5 سنوات في تقرير يقول من ابتداء منظمة التحرير الفلسطينية إلى الآن أعطينا نحن 40,000 قتيل. قبل 5 سنوات هذا هم عملت أكلوها، يعني المنظمة راحت لبنان يعني شنو خلص. لكن سياسة خطوة خطوة، وما هي معروف. الأعداء عندهم فلوس، عندهم تخطيط، عندهم تجربة، عندهم عشرات الألوف من المفكرين والخبراء الاقتصاديين السياسيين الاجتماعيين العسكريين، عندهم استخبارات، عندهم وحدة. البلاد الأوروبية 650,000,000 نفوس، أمريكا أكثر من 250,000,000، يعني أكثر من 900,000,000 متقاعدين، وعندهم استقرار منذ 40 سنة بعد الحرب العالمية الأولى. عندهم استقرار إلى اليوم، مؤتمرات، كتب، مكتبات، مفكرين، علماء. فهذول إذا ما عملنا بهذا العمل الذي أريد أن أقوله كل يوم، حتى تشوفون بعد 20 سنة 30 سنة
هذا الشيخ الجليل في مسجد من مساجد الصراط يصلي جماعة، أما جماعة شيء بعيد إن شاء الله تعالى. لأن أنا رأيت هذا الشيء، أنا بنفسي رأيت كيف الاستعمار أكل المتحمسين وجعلهم أحلاس مساجد. ويجب أن الإنسان لا يخدع ولا يغرب. الطريق الوحيد في إنقاذ المسلمين وإنقاذنا نحن أن نخرج من قوقعة الجغرافيات إلى سعة العالم الإسلامي. يعني ماذا؟ يعني الآن تقف في كل العالم الإسلامي حركات، هذه الحركات نجمعها في حركة كبيرة عندها مجالس استشارية واسعة كبيرة، أو أكثرية الآراء يقودون الحركة. حتى أنت في يوم جالس في أي مكان من البلاد الإسلامية، والمجلس الأعلى إذا قال بوجود مظاهرات وعزل الدكاكين من طنجة إلى جاكرتا من هذا الجانب، ومن هذا الجانب من أفغان إلى أقاصي إفريقيا، لازم تطلع كل المظاهرات واحدة. ذاك اليوم إحنا صرنا مجموعين، إحنا ألف ومتسعمائة مليون، والله معنا نتقدم. يجب على الإنسان أن لا يخدع لأن الله معنا. الله الذي معنا هو الذي قال إن تنصروا الله ينصر، وقال أعد لهم ما استطعتم من قوة. إحنا يجب علينا صدق أنه لا نتمكن من تحرير منطقة واحدة. إذا كان الإيرانيون يفكرون في تحرير فقط قوم كان يصير. أما في يوم واحد من أقصى إيران زابل إلى أقصى إيران كردستان كلها تطلع مظاهرات ضد الشعب فأسقط هذا الشيء، وإلا الغرب والشر يأكلوننا يتوحدون يفلوا. لازم نحن نسعى إلى توحيد كل الحركات بما فيها من السنة والشيعة. السنة سنة يصلون صلاتهم، يقومون قومهم، يعجون حجهم، يتوبون وضوءهم، يعقدون ويطلقون على مذهب هذا. ونحن الشيعة أيضا نصلي ونقوم على طريقة، لكن أمام الكادر المستعمر كل واحد يد واحد، والمسلمون يد واحدة على من سواه. الرسول ما قال يدان تتطابقان على من سواه، قال يد واحدة. مثل تبي تضرب بوكس شلون؟ المسلمون يد واحدة على من سواه. لا نحن نتعدى عليهم، لهم يتعدوا علينا. فيجب علينا أن نفكر في توحيد الحركات الإسلامية كلها، من غرب البلاد الإسلامية إلى شرقها ومن جنوبها إلى شمالها. هذا الشيء كيف يمكن؟ يمكن بشيئين. الأول التنظيم الحديدي الواسع النطاق. نعم أمركم قول عليه عليه الصلاة والسلام، الله في القرآن قبل علي أن يقول من كل شيء موزون. الله ما عدا يعتبر فيها، ما عدا فروقيات فروق مصر. فالتنظيم الواسع النطاق من غرب بلاد الإسلام إلى شرقها ومن جنوبها إلى شمالها. أنا أفكر في أنه إذا صار عندنا ما لا يقل من 20 مليون منظم نتمكن أن ننقذ البلاد الإسلامية. لماذا أقول 20 مليون؟ لأنه 1000 مليون مسلم، كل 50 واحد فرد واحد فيهم منظم، هذا يتمكن يحافظ. الشيء الثاني التوعية، التوعية الجماهيرية، وهذا ما يحتاج إلى ما لا يقل من 1000 مليون كتاب. أن إذا طبعت 1000 مليون كتاب يعني أعطيت كل مسلم كتاب واحد. بينما أنا قرأت قبل سنوات تقريبا أن الاتحاد السوفيتي طبع في سنة واحدة 20 مليار كتاب، يعني كل بشر العالم كل فرد كم كتاب. هل هذا شيء ممكن؟ نعم، كلاهما ممكن. وأمامنا قصتان أرعصتهم، قصة تحرير الهند وقصة الصين الشيوعية. الهند نفوسها كم الآن؟ 850 مليون دولة واحدة، وكانت الدول وكانت الاستعمارات وكانت المحاربات وكانت الأديان وكانت اللغات وكانت الجغرافيات، لكن حركة عاقلة تمكنت أن توحد البلاد وتدفع المستعمرين إلى خارج البلاد. الآن هم مثال الحرية، حرية هم يفهمون، الآن إحنا نفهم الحرية أكثر منهم وأحسن منهم، وحرياتنا أكثر من حريات كل بلاد العالم إذا أخذنا بالإسلام.
لأن الله تعالى لما يريد يعرف النبي صلى الله عليه وسلم يعرفه يضع عنه إصرهم الأغلال التي كانت عليه. يقول نبي الحرية، نبي أقال الحرية، قال أعرفه. والصين أيضا أنا عصفت الفصل، الصين الآن 1,000,000,000 حكومه. بينما الصين كانت نزاعات وأهواء وحكومات ومحاربات وكل شيء إلى آخره، هذا أمام الحركة الهندية والحركة الصينية. فإذا قلنا هذا الشيء هذا متعب أو كل تعب، ولا في غيبيات أيضا، ولو أننا نعتقد بالغيبيات 1,000,000,000. أنتم بالحقيقة شباب الآن وتتمكنوا أن تعملوا في هذا الخط، خط حكومة 1,000,000,000 مسلم في التنظيم الحديدي الواسع والتوعية الواسعة النظام. لكن اليوم تشوفون تتحرك من طهران إلى الرياض إلى القاهرة إلى بغداد إلى كراشي إلى جاكرتا، وأنت تتحرك في بلدك. أصلاً الإسلام أسس هكذا، الرسول لما أسس الدولة استولى على 5 دول في زمانه، حكومة واحدة صنعها، البحرين، الحجاز، الكويت، وفي ذلك اليوم صحراء قبائل يحكمها، اليمن الشمالي اليمن الجنوبي، وحتى رسول الله في زمانه، وفي زمان علي يحكم على 50 دولة فيما نصطلح الجغرافي الآن عليه، ولا دولة واحدة. الآن دولة علي صارت 50 دولة، وهي أقوى دولة في الأرض في ذلك اليوم. وللإمام 1,000 متفرق محافظ و1,000 قاضي. الدولة الإسلامية هي دولة تشقيقات، التفريعات، الحدود الجغرافية، القوميات، اللغويات، الإقليميات، العرقيات، إذن كلها حطمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما تتحرك من هنا إلى هنا بجواز وويزا والتأشيرة السفارة، شنو؟ الحقيقة يجب علينا أن نفهم بإمكاننا أن نعمل هذا الشيء. وإني قد قدرت في التقدير التخميني أننا لو حقيقة عملنا في هذا الخط بعد 10 سنوات أننا هكذا حكومة ملزمة بعد، لأننا لا نكون حركات موجودة، بس الآن أكون سياسة تجهيل، سياسة تعمية، سياسة لفت دوران، سياسة الرشوة. هالسياسات هي التي مدخل الحركات تلتقي بعضها ببعض وتتصل بعضها ببعض. نحن يجب أن نكون أولئك الناس الذين يقودون هذه الحركة لله تعالى. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله. إذا عملنا بهذا الشيء نجونا وأنجينا، وإذا لم نعمل بهذا الشيء يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. أكو حديث عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، الإمام الصادق يقول الخير يكون، المهم أن تعمل حتى تكون من أهل الخير. علماء دائما يكونون، خطباء دائما يكونون، مؤلفين دائما يكونون، مجاهدين دائما يكونون، المهم أنا أصير عالم، المهم أنت تصير خطيب، المهم هذا الأخ يصير مؤلف. وفي الحقيقة الآن أحسن وقت لمثل هذه الحركة الإسلامية العالمية، لأن في الحقيقة المسلمين انزعجوا من المستعمرين أيما انزعجوا، ما رأوا منهم إلا الكب والإرهاب والنهب والسرقة والقتل والتأخر. في أفغانستان 1,000,000 مسلم، في الحدود الإيرانية العراقية 200,000 مسلم، في لبنان كذا مسلم، في فلسطين كذا مسلم، في أرتانيا كذا مسلم. فلبين نفوسها 48,000,000، 12,000,000 منهم مسلم، كانت لهم حكومة. هذا رجع الاستعمار وأعطت هذه الحكومة بيد ماركوس آخرين، يعني فرض حكومة واحدة. والآن منذ الثورة إلى الآن في فلبين 100,000 قتيلة، هنا صدام وهناك فلاء وهناك فلاء وهناك فلاء، ملاء الاستعمار معروفين. الحقيقة أنتوا اعملوا في هالخطين، التنظيم الواسع الحديدي والتوعية، 1,000,000,000 إنسان على أقل تقدير، كل إنسان كتاب واحد، يعني طبع 1,000,000,000. طلعوا الفلوس وبإمكانكم هذا.
يعملوا جاهدوا روحوا وتكلموا لله سبحانه وتعالى. المستعمرين هذول مو من الحديد ونحن من الخزر، نحن بشر وهم بشر، بس هم بشر يفهمون ونحن بشر لا نفهم. بالعكس من أول الإسلام، الله سبحانه وتعالى يقول هم السفهاء، يعني الكفار سفهاء ونحن عقلاء. في آية أخرى يقول ولكن المنافقين لا يعلمون، هم لا يعلمون نحن نعلم، لا فائدة، هم يعلمون نحن لا نعلم. إذا نحن علمنا فنحكم. أكو حديث عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول العالم بزمانه لا تهجم عليه اللوائح. يعني إذا كنت عالما المشتبهات ما تهجم عليه. شوف رواه كلمة حول الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول والله كان بعيد المدى. شوف بعيد، هذا هو الموضوع. وإلا يأكلنا الاستعمار واحدا واحدا كما أكلنا منذ الآن قارن. أيكم ما شايفين الدجاج يأكلها هالشيء؟ شايفين الدجاج يقطعونها قطع قطع عليهم استعمار هالشكل. هنا الكويت، هنا البحرين، هنا السعودية، هنا أفغانستان، هنا إيران، هنا العراق، هنا مصر، أربع يهود في طروع عليهم. حقيقة هذا ما يحتاج إلى التفكير. والعلاج أن نرجع كما قال الله إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم. الله واحد، الأمة واحدة، هنا لتدخل، هنا لتدخل، هنا لتروح، هنا لتعمل، لماذا؟ فلازم هذه يعيش كل المسلمين. حتى لا يقول في السعودية أجانب أجوا، أجانب منه إيرانيين أجوا يقول أجانب جاي. في إيران يقول سعوديين يقول أجانب أجوا. يا أجانب عمي أنت وهو أخ، شئت أم أبيت؟ وإن لم ترد أن تكون أخاً فأنت لست بمسلم. لازم نعطي الوعي للمسلم. حركة عالمية واحدة يقدم مكان لها التنظيم الحديدي الواسع والتوعية لألف مليون. والشيء الآخر وهو أخلاقيات الحركة، يعني أنت يجب أن تخرج عن الغرور، عن الكبر، عن الأنانية، عن التفرقة، عن الاستعلاء، عن حب الذات، وإنما تكون تشوف الهدف. إذا عملنا هذا الشيء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يرينا حكومة ألف مليون مسلم الواحدة. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا لها كرامة الدنيا والآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.